يعني مدام سميرة، يعني عايزة أتوقف مع حضرتك يعني على فكرة، يمكن أنت أثرتي حاجة مهمة قوي في الحقيقة. نقطتين مهمين هتكلم معاك، الأول في نقطة منهم هي فكرة أنه الناس بتقول أنك جامدة قوي قوي في المسلسل وأنك بتتخني مع الناس كلها. هو الصح في حياتنا بقى غلط؟ يعني لما بنشوف حضرتك بتزعقي للبواب علشان مش بينظف السلم، متضايقه ان موكب وزير يعدي ومعطل لمصالح الناس، متضايقه من اللي عنده انفلونزا وبيعطس في الاسانسير ومش حاطط منديل على ايده على مناخيره. يعني قصدي انه كلها حاجات في الاول رسائل، كلها رسائل وكلها شايفين انه انت بتتكلمي صح، بس هل الصح دلوقتي في حياتنا الناس بقى بتاخده على انه غلط؟ مش المفروض كنت تعملي كده؟ المفروض اعمل كده، يمكن مش بالشده دي، او انما هي المفروض ده اللي اتعمل في البلد. على فكره انا عندي احساس غريب كده ان انا بالنسبه لي الشخصيه دي بترمز لمصر بالمأساة اللي عاشتها زمان في حرب مثلا فلسطين، في حاجات كتيره يعني. فانا مصر، لكن هي ولادها هم اللي عاملين فيها كده، فده اللي بيريحني نفسيا ان انا بمثل الحته دي، فما يعني بتريحني عشان الناس ما تتضايقش مني. فانا ده احساسي كده، انه احنا عشنا في حاجات كتيره، مأساة كتير يعني، حاجات كتير ابتدت تفقد حاجات جميله فينا. فعايزه تقولي انه لا، لازم نرجع لها على الجمال وعلى علاقاتنا الجميله ولازم نرجع لها. يمكن من ضمن الحاجات برضو شفت حضرتك استاذ محمود في الحلقه الاولى، يعني قد ايه بترجعنا للانسانيات والعلاقات الجميله. يعني شفنا في الحاره او في المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها الناس بتحبك، الناس بتجيب لك البطاطا والبطاطس والحاجات الجميله، وفي نفس الوقت قد ايه حضرتك على مدار حلقتين بتجري ورا وزير التربيه والتعليم علشان صديقك عايز تجيب له توقيع انه ابنه يدخل المدرسه تاني. العلاقات الاجتماعيه دي ما كانتش يعني كانت موجوده حلوه قوي، دلوقتي ابتدت تندثر. يعني اعتقد ان هي فوزيه الدراما طالعه عندها، او التراجيديا كمان، اللي احيانا هذه التراجيديا تصبح موقف كوميدي، وده يعني عبقرية الناس اللي في ايدينا بأمانة. يعني هي مشكلتها ان هي ست بتنطلق دايما من منطلقات قيمية واخلاقية هامة جدا. يعني ما نقدرش نقول حاجة، يعني بتتكلم صح يعني، لكن التوتر اللي هي عايشة فيه ده خصومتها مع اعز الناس اللي اولادها فلجات الاكباد، فده عامل لها حالة من الـ 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 الصدام الروحي جواها في قلبها وعصبها وفكرها، بيخليها في لحظة تتوتر، وفي لحظة أبص ألاقي حواجبها بقوا عاملين كده أو ده اللي عمله، ده اللي عمله، تمسك الخرزانة اللي في إيدها دي، الريشة العبقرية بتاعت مصطفى حسين. مصطفى حسين عملها في الريشة، الرسومات الكاريكاتيرية اللي بس وأنا بتكلم معاها في مشهد من المشاهد، أنا بقابل مدام سميرة ست حبوبة وأميرة وكده ولطيفة يعني، أبص ألاقيها فجأة راحت ماسكة الخرزانة وعاملة لي ايش عارف وتشاور عليا، انا مش راجل مش تلميذ يعني، ولا حتى هي بتعمل كده مع التلامذه، لكن هو الكاركتر فجاه بيخرج من الست الرقيقه الهادئه المثقفه دي الى واحده عصبيه. هذه العصبيه مش من الاولاد، دي ده استدعاها الاولاد، لكن هي في كيانها حاجات تجيش جواها. وهي قالت لحضرتك في الاول لما قلت لها انت ليه اتغيرتي، انت ما كنتيش كده. انا كانت صدمه بالنسبه لي، لان عارف ان هذه السيده سيده راقيه المشاعر، عندها قيم، عندها اخلاق، تعرف تعامل الناس، انما هي عايشه في تجربه انسانيه قاسيه للغايه، انا ما اعرفهاش لسه. فانا بيجيني فزع، فبقول لها انت ايه فيكي، ايه اللي غيرك؟ هو فعلا مش هي دي الست اللي يعرفها. ودي ده الدراما بقى اللي في الشخصيه. هي في الحقيقه ذكرت لحضرتك في الحلقه الثالثه تقريبا، لما حضرتك قلتي له انه الغربه، لما تبقى ست في الغربه
معاها ثلاث اطفال عايزه تحافظ عليهم وبتدعو على سجن المراهقه فعايزه تحافظي عليهم. اسمحي لي هنخرج فاصل اعلاني ونرجع نشوف لان حضرتك بتمثلي شريحه مهمه جدا، المراه اللي مضغوطه اللي مسؤوله عن كل حاجه على اولادها وفي نفس الوقت هي الاب والام في نفس الوقت. اتفضل. سؤال اليوم والجائزة 10,000 جنيه. آخر أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين. 1. هي فوضى. 2. العصفور. 3. الآخر. اتصل الآن من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 09,000-266 أو ابعت رسالة على 92-1-49. ننتظر مشاركتكم في مصر النهاردة. مصر النهاردة برعاية بنك مصر. مين فينا ما يعرفش حد قريب منه جاله سرطان؟ لحظة قاسية قوي. لما نتيجة التحليل تظهر الدكتور يضطر يواجهك ويقول لك. عم إبراهيم، أم محمد، مجدي، ريهام، حمدي، عندك سرطان في المخ، في الثدي، في القولون. اروح فين واجيب حق العلاج منين؟ لكن بفضل الله العلاج ممكن يكون موجود وبالمجان. وبالمجان وبالمجان لكل واحد محتاج له. العلاج من السرطان تحدي. تحدي بس ممكن نكسب التحدي، وده بفضل تبرعاتكم للمعهد القومي للاورام الجديد. حساب رقم 500 500 500 500 500 500 ساعدونا ننجح ونهزم السرطان. المعهد القومي للأورام الجديد بمدينة 6 أكتوبر. حساب 500 500. البنك الأهلي المصري وبنك مصر. اتبرع باللي تقدر عليه. سؤال مسابقة صورة وصورة، والجائزة رحلة حج أو عمرة يوميا. ما هي الصورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ 1. سورة ياسين. 2. سورة الملك. 3. سورة الرحمن. اتصل الآن من أي محمول على 1466 أو من أي خط أرضي على 09,000-266 أو ابعت رسالة على 92-1-49. روحها في رمضان، عيشها في مهرجان فوانيس 2010. شاف مهرجان فوانيس 2010. اهلا بحضراتكم مدام سميرة. قبل ما نطلع فاصل كنا بنتكلم على فكرة حضرتك بتمثلي يعني النموذج للمرأة اللي في الغربة ومعها ثلاث أولاد، وعشتوا 20 سنة في الغربة، فعدوا من مرحلة الطفولة لمرحلة المراهقة. وحضرتك قلتي الأستاذ محمود في المسلسل، أو فوزية قالت لجميل أبو المعاطي، إنه التغيير ده في حياتها لأنه كان صعب قوي إنها تبقى في الغربة ومتحملة مسؤولية أطفال في سن المراهقة. ده بيحصل لستات كتير والأمهات كتير، لكن هل كنتي ناشفة معاهم قوي في التربية؟ هل المفروض التربية تبقى قوي كده اللي بيها الأولاد يبعدوا قوي كده عن والدتهم، ولا المفروض كانت تبقى عامله ازاي؟ هي الحقيقه يمكن
خوفها اللي خلاها تبقى ناشفة كده معاهم، خوفها عليهم وهي كانت وحدها وهي ست. هي كانت الست والراجل. يعني فريدة كانت بتقول للأستاذ جميل أنا عمرك ما حضنتيها، إن مامتها عمرها ما حضنتها يعني، عشان كانت ناشفة جدا معاهم وكانت بتربيهم يمكن بشوية قسوة، يمكن دي مش لازم تكون كده، لكن هي من خوفها عليهم كانت بتتصرف بالشكل ده يعني. لكن أنا يعني أنا ما بحبس الشدة بالطريقة دي يعني. يبقى في برضو شوية اللي كان بيقولولي دايما الأستاذ محمود في الرواية، إنه لازم تبقى أحن من كده شوية. إنما هي خوفها، وإنها هي كانت كل حاجة، هي المسؤولية الكبيرة عليها، فده اللي كان بيخليها تتصرف. معانا بنت حضرتك على التليفون. والله رانيا فريد سوقي. فريدة أهلا بيك يا رانيا. أهلا، ازيك يا منى، عاملة ايه؟ كل سنة وانتي طيبة وألف مبروك المسلسل. الله يخليك يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا مدام سميرة منورة، وأستاذ محمود كان ليا الحظ وليا الشرف ان اشتغل مع عملاقين كبار وتقريبا سيدة معاصي ومدام رباب. يعني الحمد لله 2010 عوضت 2009 بالنسبة لي. الحمد لله. كنت وحشانة، والحمد لله ان احنا حتى اطمنا عليك دلوقتي عن طريق التليفون. عايزة اقول لك فريدة علاقتها بوالدتها كانت يعني جامدة قوي. قدرتي ازاي تستعدي للدور ده يا رانيا، وانا عارفة ان انت طبيعي يعني، انت حنينة قوي قوي وبتحبي والدتك، ربنا يخليها لك يا رب. ومدام سمير على فكرة حنينة قوي قوي برضه طبعا، بس في 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 المسلسل نفسه يعني. يعني بس هي الدور، انا حتى كنت في الاول بقول مدام سميرة انا خايفه الناس تكره الشخصيه، يعني شخصيه فريده ان طف قوي هي مع امها، او حسب ما الام زرعت فالولاد بتحصد بقى القسوه والنكران الجميل كده. فكان في يعني بالنسبه لي، بس طبعا الورق الرائع الاستاذ يوسف مع طبعا عملاقه كبيره زي مدام سميره واستاذ محمود، يعني عايز اقول لك انا اول مشهد كانت ركبت الترعش استاذ مدام سميره سريعه وقالت لي انت خايفه؟ قلت لها انا حاجه بقول اني مش خايفه. قالت لي لا ما تخافيش. فقلت لها لا خايفه، لان كان مشهد صعب قوي قوي بينا، اسمها يمكن هيجي في الحلقات اللي جايه يعني. ومشهد البنت يعني انا قلت لها بنت وقحه قوي مع مامتها، يعني في وقاحه في يعني